قولي لي بقى يا دكتور، لو انا مثلا بنوته وشعري ما فيهوش الصلع ده، تمام، اوكي، اوكي، وانا عايزه اخليه طويل، تمام، دي ها طويل، ها انتوا بتحبوا الكلام ده قوي، اوكي، وعايزه اخليه تقيل، تمام، او انا كنت زمان شعري طويل وتقيل، انا واحده من الناس كان زمان شعري طويل بس شعره وفير، اكيد. اعمل ايه او ايه البروتوكول اللي امشي عليه مع حضرتك طبعا، اذا كان بقى بلازما اذا كان ميزوثيرابي، قولي لي افضل مستمره على ايه عشان ارجعه زي الاول واخليه بالشكل الحلو ده. تمام. لازم في الاول طبعا اعرف التغذيه السليمه، ابعد عن اي حاجه تعمل مشكله لشعري. تاني حاجه طبعا بقى بالنسبه للحقن والحاجات دي، لازم اعمل بروتوكول لنفسي ان انا امشي عليه. لو رحت حقنت كبروفيلاكسيس كل سنه، عملت مثلا 3 او 4 حقن على مدار 3 او 4 شهور، دي هتحمي شعري جامد، هتمنع حتى التساقط بتاع الشعر، هتوقف اوكي. التساقط. حقنه ايه؟ ميزوثيرابي ميزوثيرابي وبي ار بي بي بلازما. ار بي بلازما. اها، كل قد ايه؟ كل شهر. كل شهر. ده حتى يعني حتى كوقايه، يعني وقايه ان انا مش عايز شعري يقع، بحافظ على الشعر الموجود على قد ما اقدر ان انا امشي على الحاجات دي. خصوصا الناس يعني اللي مثلا مضطره، يعني مثلا مضطره اعمل سشوار وفير بالظبط. مثلا يوميا في حاجات معينه، اظبط حاجه معينه، الناس دي بتنصحيها اللي هي شهريا. طبعا اكيد. طيب لو انا مثلا ما بعملش شعري، والناس اللي هي مريحه شعرها تمام بس برضو في تساقط، تمام اوكي. بيكون سببه ايه وايه اللي يتم معاه؟ بصي، ممكن يبقى سببه ستريس، ممكن الوضع يعني الحاله النفسيه طبعا بتاثر كتير جدا على الشعر. اوكي. لو انا ما عنديش حاجه خلفيه وراثيه في العيله، بابا وماما الكلام ده كله، يعني مفيش حاجه وراثيه، فده ممكن يسببه فعلا الاساسي، يا اما تغذيه يا اما ستريس. في مشاكل طبعا تانية زي الانيميا او مشاكل في الغده الدرقيه، دي كلها حاجات هتوقع الشعر، فلازم طبعا اعمل التحاليل اللازمه الاول، وبعدين الجا برضو لنفس الكلام، ممكن احقن الخلايا الجذعيه، دي برضو حاجه جديده موجوده، الحقن الخلايا الجذعيه ده بيحافظ على الشعر، وفي نفس الوقت بيحافظ بصيلات الشعر الموجوده ان هي تبقى قويه. يعني طب حضرتك بتقرري في الوقت اللي انا باجي اكشف فيه اللي احنا هنبتدي بروتوكول العلاج، ولا لازم الاول اعمل التحاليل دي؟ احنا بنكشف الاول، يعني في الاول خالص بنكشف بحاجه اسمها ديرموسكوب، اوكي. ده بنكشف بيه على بصيلات الشعر، بنشوف المشكله ايه، هل بصيلات الشعر مثلا ما بتطلعش الشعر، او هل في حتت فاضيه، الكلام ده كله بيبان عندي على شاشه معينه كده اللي هو بالجهاز اللي انا بستخدمه، وبعدين بحدد ساعتها الحاله. لو الحاله انا مش شايفه اي فراغات في الشعر او مفيش اي مشكله بس تساقط، ساعتها لا بنعمل تحاليل، لازم نبقى عاملين التحاليل بقى، بكتب ساعتها تحليل الغده الدرقيه والانيميا والحاجات دي كلها. لو مفيش مشاكل في التحاليل دي، ساعتها برضو بنلجأ لحقن الشعر اللي هو كحفاظ على الموجود. طيب خلصنا ورجعنا لهم شعرهم حلو وتقيل وطويل وخلاص، اوكي. في مشكلة اللي هيشان؟ يعني في حل، قصدي مشكلة، اوكي، هي مشكلة. تمام، اكيد طبعا. بصي، هو الهيشان سببه جفاف، جفاف بتاع الشعر. اوكي، لو انا ما بشربش ميه كويس هيحصل لي هيشان. الهيشان بتاع الشعر يعني الاساسي عشان اعالجه برودكتس وحاجات يعني بستخدمها بقى، اشتريها من الصيدليه او كده، ادويه كلها. بس انت بتنصحيهم بيها؟ لان طبعا كل شعر وليه اكيد حاجه طبعا، معينه، اكيد ما طبعا. ينفعش انا تكون دكتور كتبتي لي على حاجه الهيشان اديها لصاحبتي او لاختي، او صح بالظبط. كده، على فكره في ولا جروبس ممكن دلوقتي بتاعت البنات كله بيتكلم، اللي هو خدي الدواء ده، خدي لا ده انت احقني بتلاقي كذا. في لا جروبات بقى، عارفه انت في جروب كده للبنات بيبقى فيسبوك وملايين عليه، بالظبط، وبعدين خلاص بيعالجوا بعض ايوه اصلا. دي حقيقه. انا ببقى عايزه اقول لهم يا جماعه، يعني لو اصلا لو دخلت هيضربوني، ايوه صح. فبتلاشى. طيب.